سينا اللي انت بتعمليه ده ما منوش فايده. انا مش عارفه اوصلك من اخر مره اتقابلنا فيها. يا قفل تليفونك يا بتكنسل عليا ما بتردش. ما تعدش رايك من الموضوع. الحكايه مش سهله. ما انا عارفه انها مش سهله. مش سهله علينا احنا الاثنين. عشان كده بحاول اوصلك عشان نشوف هنعمل ايه. ملهاش غير حل واحد قلت لك عليه قبل كده، لازم تنزليه، هو ده الحل الوحيد. لا يا عمر، مش هو ده الحل الوحيد. بوسينا ده اخر كلام عندي. اتفضل يلا مع السلامه. اما كان زمانه جاي وانا مش عايزه يحس بحاجه. مها هاتي لي ملف مرسى علم. اتفضل يا مستر عمر. مستعجلي لا. حاضر. إن لا مفيش مقارنة، أنت من عشان تجيبنا. آخر بس تمشي وأكلنا. في إيه يا شريف؟ باليوم مكالمة، ما قلت لك جاية. معلش يا أبو زين، ما هو اللي اتجسم جسمتك ولبس لبسك وعاش عيشتك خلاص، من حقه يتنطط على خلق الله. خلص يا شريف وهات من الآخر. أنت مفيش مرة بتشوف فيها وشي غير لو تبقى عايز فلوس. أمال أطلب من مين يا روحي؟ يا بوس أنت السنجل حنية ولا خلاص؟ شريف بقى كخة دلوقتي وحش. خلاص، عارفاك لما بتفتح ما بتقفلش. ما لازم أفتح وما أقفلش يا بوسي. أنت نسيت أنا مين ونسيت أعرف عنك إيه ولازم أفكرك. ولا أروح بقى عند جوزك وأبعبع وأتكلم والمستخبي يبان وأخليك ترن. تكون عليك بوسينة حبيبتك؟ ده انت عمرك ما هنت عليا يا شريف كده؟ بس يا ريت ما تطلبش مني حاجة تاني. هما دول اللي قدرت عليهم بوسي. والله عيب على المليونير أمجد عبد الرحيم يحط في شنطة مراته مبلغ زي ده. أنا وأمجد متطلقين دلوقتي. يعني أنا ما حلتيش حاجة. أنا بعت ذهبي يا شريف عشان أجيب لك دول. ماشي يا بوسي، هاخدهم مؤقت بس. بس اعملي حسابك النوبة الجاية تملي الظرف كويس. ماشي يا سكر. ماشي. سلام يا عزيزي.